البداية مع ما يحدث في آسيا. الصين عندنا كان نهاية الأسبوع بيانات تصنيع ضعيفة، بالأمس كان عندنا بيانات عن فائض في الميزان التجاري، تراجعت الصادرات 2% ولكن الواردات تراجعت أكثر 11%. ما الذي تفسره؟ هل سياسة تنشيط الاستهلاك المحلي ضعيفة ما تزال في الصين؟ شوفي، في نقطتين يمكن مهمة، أو يعني شغلتين رئيسيتين بهذا الموضوع. أولا يبدو أن مستويات الإنفاق اللي تراجعت خلال الفترة الفائتة فيما يتعلق بموضوع الانفراستراكشر، في موضوع البنية التحتية والإنفاق التي تقوم به الحكومة على البنية التحتية والتصنيع، هذا كان له تأثير واضح في تراجع مستويات التصنيع وبالتالي تراجع مستويات الصادرات بشكل أو بآخر. هذه نقطة أولى، يعني من المتوقع أن هذه البيانات قد تأتي بتراجع، لأنه ضمن عملية الشفتينج وتغيير هيكلة الاقتصاد الصيني من الاعتماد على الصادرات وعلى الاستثمار في البنية التحتية إلى الاعتماد على الاستثمار في الاستهلاك الداخلي، سوف يؤدي إلى تراجع في هذه الأرقام بشكل أو بآخر. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية رولا أن الرهان على أن مستويات الإنفاق الداخلي للمواطن الصيني سوف ترتفع، هنا ربما ما دفع بالواردات إلى التراجع، وبالتالي هذا تترك تحديات هائلة، لأنه يبدو إلى هذه اللحظة أن الرهان على أن هذه المستويات ترتفع لم تحدث بالشكل الذي كان متوقعا. وبالتالي أدت أرقام الصادرات بتراجعة، أدت أرقام الواردات بتراجعة، صح أن الفائض في ميزان التجاري تحسن، ولكن هذا التحسن لا يشير إلى قوة في الأداء الاقتصادي بمعنى بالشكل اللي هني كانوا متوقعينه، لأنه حتى نسبة التراجع في الصادرات والواردات أتت أكثر من التوقعات. فبالتالي قد نتوقع مزيد من الأرقام السلبية خلال المرحلة القادمة، حتى نصل ربما إلى مرحلة استقرار تأتي من بعدها الأرقام تبدأ بالارتفاع، لأنه حتى مستويات الطلب الخارجي لا تساعد في الوقت الحالي. الاقتصاديات الآسيوية الآن في وضع ربما إلى حد ما ليست سيء، ولكن هذا التخبط اللي عم بيصير والخوف في الوقت الحالي وانكماش في والخوف من انكماش مستويات السيولة ما عم ينعكس في يعني خلينا نحكي بالاقتصاد الحقيقي. وهذا الكرم الذي تقوم به البنوك العالمية المركزية الكبرى إلى هذه اللحظة لم يرتفع فيه رفع مستويات التضخم، هذا معنى أن الاستهلاك الداخلي بقي ضعيفا. طب أعود من جديد إلى اليابان. الين بعد أن قوي لدينا على 106 تقريبا وجدناه يحاول أن يستعيد توازنه، إذا ما كنا نعتبر هذا توازن. صحيح. إلى أي مدى كان قد أضر ارتفاع الين في الفترة الأخيرة باستراتيجية اليابان حيال تنشيط الصادرات؟ أنت تعلم هي تعتمد 70% من الناتج المحلي إجمالي على الصادرات. صحيح. شوفي، أنا متأكد تماما أن هناك نقاشات على أعلى مستويات بين كبرى الشركات اليابانية التصديرية وبين شينزو أبي وكورودا. النقطة المهمة أعتقد في المرحلة الحالية أن بنك اليابان يراهن على البنك المركزي الأمريكي الفيدرالي أكثر مما يراهن على السياسة النقدية الداخلية عنده. يعني هو يعرف بأنه مستويات الين عند هذه المستويات تضر بالاقتصاد الياباني، تضر بشغلتين، تضر بالصادرات وتضر بالاستهلاك الداخلي. معنى هذا أن التضخم، انسى التضخم، ما راح يرتفع على 2% كما كان البنك المركزي يشير خلال فترة فائدة. معنى هذا الكلام أنه لم يستنفذ ربما السياسة النقدية، ولكن الأدوات النقدية بيديه الآن محدودة. هذا معنى أنه يراهن صراحة في الوقت الحالي هناك رهان على أن الفدرال الأمريكي قد يتجه إلى رفع أسعار الفائدة بمرة واحدة على الأقل في 2016. معنى هذا الكلام أن الين سوف ربما يعود تدريجيا إلى 110 و112 أو 115 تدريجيا. هذا رهان قد يحدث، ولكن أعتقد أنه صعب في المرحلة الحالية، لأنه عم شفنا هنا صح أن العقود في CFTC تشير إلى أن عملية شراء الين تراجعت خلال الأسبوع الفائت، ولكن هذا لا يعني أن الطلب قد ارتفع بقوة على الدولار الأمريكي بشكل أو بآخر. هذا معنى أنه قد يبقى عند هذه المستويات الحالية، يعني ما بين 107 108 مثلا إلى 106 بين هذه المستويات، إلى أن يتبين موقف الفدرال الأمريكي. طبعا احنا الشهر القادم عندنا اجتماع مهم جدا للبنك المركزي في اليابان. إذا بقي الين عند هذه المستويات دون أن يحقق نوع من التراجع، قد يحدث تدخل من قبل بنك اليابان. نعم، وإن كان بنك اليابان الأكثر حذرا وتحفظا حيال هذه السياسات النقدية، كان له توجه كنا نتوقع في الاجتماع السابق، لا أدري لماذا تردد بشأنه. كان قد نظر بنك المركز الياباني إلى موضوع الإقراض، يعني يريد أن يحفز الإقراض وليس حتى يعني أنه السحب من الودائع. صحيح. وقال أنه يفكر في إعطاء فائدة سالبة على القروض للمؤسسات الخاصة، لكنه لم يفعل تلك الخطوة. لماذا؟ هل لأنه وجد ربما ليس التوقيت مناسب الآن، أو أنها لن تأتي بنسبة كبيرة جدا في التغيير؟ أعتقد أن الفكرة الأساسية رولا، مستويات السيولة حسب بنك اليابان يعرف تماما ربما أنها مستويات عالية، وأن عملية شراء الأصول التي يقوم بها بحوالي 60 مليار دولار شهريا قد تكون كافية في المرحلة الحالية. يعني
ربما وصل الى مرحله والى نتيجه انه من المبكر الحكم عن تاثير هذه الحزمه، حزمه تحفيز الكميات في الوقت الحالي بالاقتصاد بشكل عام على اللونج تيرم، على المجال الطويل سنتين ثلاث سنوات. ولكن التحدي الاخر ان بنك اليابان يراقب البنك الفدرالي الامريكي، فمن غير المتوقع عندما كان اجتماع بنك اليابان قبل اجتماع الفدرالي ان يقوم بهكذا اجراء، لانه كان متوقع ربما بان الفدرالي الامريكي لن يقوم باي اجراء. ومعنى هذا اذا تراجع الين سوف يعود لنا الارتفاع مره اخرى بتاثير عدم رفع الفائده في امريكا. يعني اعتقد هي لعبه سياسيه اكثر من كونها لعبه اقتصاديه. البنوك المركزيه في العالم تتناقش فيما بعض، البنوك المركزيه الكبرى في العالم تتحاور ما بين بعضها، وبالتالي من يعني من الصعب كان على بنك اليابان اتخاذ اصلا. العوامل التي دفعت رولا الين الى ارتفاع هي عوامل داخليه وليست عوامل خارجيه. نعم. والرهان على ان اليابان ربما تبقى ربما هي يعني بنك اليابان هو الذي سوف يقوم بتخفيض سعر الين، ولا احد يتوقع بانه تاثير الين سوف يكون من الخارج على الاقل في المرحله الحاليه. نعم. ونعود إلى أسواق النفط. طبعا ما نلحظه هو الأخبار التي جاءت لدينا متواترة من نهاية الأسبوع، وهو بشأن الحريق الذي جاء على المناطق التي تمد فيها كندا الأسواق بنفطها الرملي. ماذا تأثر هو بحصة النصف تقريبا 50%؟ حصة الإنتاج كانت مليوني برميل، ترقصت إلى مليون برميل. هل هو تأثير سيكولوجي أكثر من أن يكون حقيقة على أسواق النفط؟ سيد مازن سلهب يجيب على هذه التساؤلات. يعني شوف، دائما وابدا الاسواق النفط العالميه بشكل عام دائما عندها حساسيه عاليه جدا اتجاه اي حدث سياسي او حدث يعني اقتصادي مهم بشكل او باخر. بالتالي يعني هذه الحرائق اثرت بمستويات تقريبا مليون برميل نفط يومين في امداد النفط، ولكن الاسواق في الاساس لديها مستويات عاليه من المعروض النفطي، فيعني ربما كان في هناك نوع من المبالغه برده فعل الاسواق اتجاه انه والله ارتفع النفط باكثر من 1% مع نهايه الاسبوع الماضي. وصراحه هي 1% او حتى 2% حاليا في الوقت الحالي يعني لا تعني الكثير، اذا ما اخذنا بعين الاعتبار بانه سعر النفط حاليا عند $45، فبالتالي قد تكون مكاسب يعني غير مستمره في المرحله الحاليه عندما تعود الاسواق الى استيعاب ان مستويات المعروض باقيه ومستويات الطلب العالمي لم تتغير، خاصه مع البيانات الصينيه. النقطه الاولى هي الاولى. ثانيا ربما يعني الاسواق ربما استشفت بان التغيير اللي صار بالمملكه العربيه السعوديه هو تغيير ربما كان متوقعا مع الاليه التي تدخلها المملكه العربيه السعوديه بتغيير الاقتصاد الحقيقي، ولكن من دون حدوث اي تغيير جذري في السياسه النفطيه، وهذا واضح تماما. والسيد علي النعيمي كان يعني من اهم وزراء النفط في المملكه العربيه السعوديه، وهو كان يحظى بالثقه القيادي، والان الوزير الاخر يعني كمان السيد خالد يعني له خبره عاليه جدا، وهو اصلا كان مدير تنفيذي في 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 ارامكو. فاذا لا توجد هناك تغييرات، ربما هذا اعطى نوع من الدفع الايجابي، النفس الايجابي في الاسواق العالميه. نعم، اذهب الى بعض التقارير. يعني في ثلاث شهور الأخيرة ارتفع النفط 70%، من $27 إلى تقريبا 46 تقريبا دولار. هذا الارتفاع إذا ما نظرنا الأساسيات لا يوجد أساسيات تدعم، بالعكس هنالك، لكن يبدو سوق الإشاعات والأقاويل لعبت دور كبير جدا في المضاربات. هنالك من يرغب في أنه يلعب في هذا الموضوع، تجار النفط، وأتحدث عن من يسلم النفط أو منتجي النفط، يعني لغاية وشوف التذبذبات تحدث إلى الفترات قبل تسليم العقود، يعني بيشتغلوا على العقود الآجلة، مش إحنا بنتكلم على حيازة كبيرة وسعة تخزينية كبيرة. هذه المضاربات إلى أي مدى استفادت منها أو استفاد منها تجار النفط في الفترة الحالية؟ شوفي، هذا سؤال مهم جدا، حتى نجيب عنه نحن بدنا نسأل حالنا سؤال انه من هو اللي عم بيقوم بعملية المضاربة في الأسواق العالمية؟ فبالتأكيد التجار الصغار يعني لديهم قدرة محدودة للقيام في هذه المضاربة، لأنه رفع سعر النفط من $26 إلى 45 خلال فترة قصيرة ودون حدوث أساسيات. هذا معناه أن هناك لاعبين كبار في أسواق النفط العالمية. اللاعبين الكبار هم الشركات النفطية العملاقة نفسها، يعني هذه الشركات العملاقة الكبيرة نفسها في أسواق النفط العالمية، توتال، إكسون موبيل وغيرها من الشركات، هي اللاعبة الحقيقية فيها في هذه الأسواق. هناك مضاربين، ولكن هؤلاء المضاربين يكون يعني لديهم قدرة محدودة في التغيير. بالتالي ما رفع النفط ربما أن وصول إلى مستويات 26 أعطى إشارات من مستويات فنية بأنها مستويات القاع، وعندها بدأت عملية الشراء من هذه المستويات المتدنية عندما كان الجميع يتحدث عن $20، ولكن كان من الواضح بأنه يعني تقنيا فنيا أنها وصلت إلى مستويات تشبعت بعملية البيع، فبدأ الشراء من 26. لكن أن تقوم برفعها
اكثر من حوالي 20 دولار، هذا معنى ان هناك شركات نفطيه العملاقه نفسها هي التي قامت بعمليات تحوط وعوضت نوع من الخسائر التي منيت بها في الانتاج الحقيقي. هم بتحوطوا حتى على 2016 على 2017 ومراهنات على انه مستوى ال 50 دولار سيرفع او يعيد منصات الحفر الامريكيه تحديدا الى الارتفاع. واشكرك جزيل الشكر سيد معز السلام المؤسس والمدير التنفيذي لشركه ماس للاستشارات. وبعد قليل افتتاحية بورصة عمان.